السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. أحببت في هذا الفيديو أن أقوم باستعراض أحد تطبيقات أو أحد تطبيقات المتاجر الأونلاين على جهاز البرايل سين 6. سأقوم باستعراض جميع الأزرار الموجودة في أو أغلب الأزرار الموجودة في التطبيق لأرى كمية التوافق الموجودة في جهاز مع المتجر مع جهاز البرايسين 6. طبعا المتجر هو متجر أمازون المشهور والقديم جدا. تمام، أولا طبعا التطبيق غير موجود في الجهاز، إذن سأحتاج لتنزيله أولا من متجر جوجل. أولا أنا مدير الملفات. تمام. Left parenthesis F right parenthesis. إذن الآن أنا في القائمة الرئيسية، في أول القائمة الرئيسية وهو عند مدير الملفات. أحتاج الذهاب إلى متجر جوجل حتى أقوم بالبحث عن التطبيق. ممكن أنزل بأزرار التمرير أسفل، أو ممكن أضغط اختصار المتجر حرف الـ P 1 2 3 4. قائمة، زر المحتوى يهمك. أول ما سيتم فتح المتجر سأضغط على مسافة مع حرف اللام حتى أذهب إلى أول الصفحة. زر العام. ثم سأضغط حرف الألف وهو النقطة الأولى حتى أذهب إلى مربع تحرير البحث. زر البحث عن التطبيقات والألعاب. وسأضغط على دخول. سألاحظ أن سطر البرايل أصبح فارغاً، إذا أستطيع البدء في الكتابة. كلمة أمازون باللغة الإنجليزية، إذا سأقوم بتحويل لغة الإدخال إلى اللغة الإنجليزية بمسافة مع حذف خلفي. ثم سأبدأ بالكتابة. A M Z A N N O N. زر 59 ميغا بايت. تمام، الآن سوف أضغط، أو بعد ما كتبت كلمة أمازون ضغط على دخول. بعدها سأضغط على مسافة مع حرف اللام حتى أذهب إلى أول الصفحة. زر التنقل إلى أعلى. ثم سأضغط حرف الألف حتى أذهب إلى كلمة أمازون. زر أمازون. زر البحث الصوتي. زر البحث الصوتي. زر لقطة الشاشة علامة اقتباس. مرة أخرى مسافة مع حرف اللام. ممكن إني أنزل بأزرار التمرير إلى أسفل. زر عرض متى زر أمازون واصلة. زر أمازون للتسوق. كاما أمازون موبايل LLC كاما. التطبيق يتضمن إعلانات. ممتاز، إذن هذا التطبيق الذي أريده. سأضغط على حرف T حتى أذهب إلى كلمة تثبيت. قائمة زر التنقل إلى أعلى. سأضغط حرف زر تثبيت. ثم سأضغط على دخول. زر 59 ميغا بايت. سأنتظر لحظات. ثم بعدها سأضغط على مفتاح الـ F1. مدير الملفات. ثم أذهب إلى كافة التطبيقات حرف الـ A. زر تقييم المحتوى. مدير تسكير المتجر. Left parenthesis. A. Amazon shopping. إذن قد تم تثبيت التطبيق على الجهاز. ألاقيه الآن في كافة التطبيقات. أول القائمة Amazon shopping. أضغط على دخول حتى أقوم بفتح التطبيق. قائمة أمازون عرض الوي. تمام، أتنقل الآن حتى أرى ما هي الصفحة الآن التي موجودة الآن أمامي. عرض الوي للدولة واللغة. التنقل إما علامة الضغط. تمام، التنقل إما بأزرار التمرير أسفل وأعلى، أو بمفتاح F3، أو طبعا بمفتاحي Alt أو Control. أمازون عالمية نقطتان. زر الدولة نقطتان. اختر الدولة واللغة للتسوق. نقطتان. إذن يخبرني الآن أنني أحتاج إلى أن أختار الدولة واللغة حتى أبدأ في التسوق. زر الدولة نقطتان. مصر الدولة نقطتان. مصر
تمام، هنا محدد مصر كافتراضي، لا أنا أريد الآن الإمارات العربية المتحدة، إذا سأضغط على دخول حتى أبدأ بالتغييرها. عرض الويب الدولة، سأنزل الدولة، الدول المتوفرة باللغة العربية، زر اختيار لم يتم التحديد مصر، زر اختيار لم يتم تحديد المملكة العربية السعودية، زر اختيار لم يتم تحديد الإمارات العربية المتحدة. تمام، سأضغط على دخول Amazon full stop AE comma لم يتم التحديد. تمام، عرض الويب الدولة واللغة، زر علامة أنت تسوق نجحا، ما هي اللغة التي تريد التسوق بها؟ إذا الآن يريدنا أن أختار اللغة التي أريد التسوق بها. زر الدولة نقطتان الإمارات العربية المتحدة. ممتاز، الدولة الآن أصبحت الإمارات العربية المتحدة. الدولة زر اللغة نقطتان العربية اللغة نقطتان. نعم. العربية. نعم، أنا أريد التسوق الآن باللغة العربية، ممكن أنك تغيرها للغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. زر اللغة العملة نقطتان د هايفن إيد هايفن درهم إماراتية. ممتاز، العملة إذا تم تحديدها تلقائيا بعد أن قمت بتحديد الدولة. العملة زر حفظ، سأضغط على زر حفظ بدخول أمازون شوبينج. تمام، سيحتاج مني الآن أن أقوم بفتح التطبيق مرة أخرى، فأضغط دخول قائمة أمت. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. إذن أول ما أفتح تطبيق أمازون سأكون في صفحة قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، سأنزل بزر التمرير أسفل أو أعلى أو F3 حتى أرى ما هذه الصفحة. عرض قائمة الأمنيات، العثور على وتكرار الطلبات السابقة، تتبع عملياتك الشرائية. زري هل أنت زبون لدينا تسجيل الدخول؟ تمام، إذا كان لدي حساب في أمازون بإمكاني هنا أن أضغط على دخول وأبدأ بتسجيل الدخول. زري هل أنت جديد في أمازون full stop A علامة استفهام، قم بإنشاء حساب. تمام، إذا كان ليس لدي حساب في أمازون لكن أردت أن أقوم بإنشاء حساب، من هذا الزر أستطيع البدء في تعبئة البيانات حتى أقوم بإنشاء الحساب. زر تخطي تسجيل الدخول. تمام، هناك زر لتخطي تسجيل الدخول، سأقوم بذلك حتى أرى، حتى أنا الآن سوف أقوم فقط باستعراض التطبيق، بعدها سأقوم بتسجيل الدخول. زر البحث. تمام، سأترقى الآن في الصفحة. زر البحث. إذن أول الصفحة كما لاحظت زر البحث. عرض الويب، أهلا بكم في أمازون الإمارات، خط عملي، تسوق أونلاين الأجهزة الإلكترونية، فاصلة الملابس، فاصلة الكمبيوترات، فاصلة البقالة أكثر، واصلة أمازون الإمارات. تمام، ذكر لي في أمازون بعض الأقسام الموجودة في أمازون في الصفحة الرئيسية. ممكن بF3 تتقل إلى كل قسم ترى ما موجود في زر صفقات اليوم. هناك زر صفقات اليوم، صفقات زر الكوبونات، قسم للكوبونات، زر الجمال، قسم للجمال، زر الإلكترونيات، قسم الإلكترونيات، زر المنزل. هناك الكثير من الأقسام التي تقسم لي العناصر حتى يسهل لي إيجادها. تمام، سأقوم الآن باستعراض الأزرار الأساسية أو العناصر الأساسية التي ستحتاجها أثناء تسوقك في المتجر. ممكن إذا ضغطنا على مسافة مع عكس حرف اللام سيعرض لي آخر 4 أزرار رئيسية موجودة في أمازون. زر Menu full stop contains your orders comma your account comma shop by department comma programs and features comma settings comma and customer service tab. 4 مسافة of 4. آخر زر موجود هو زر
القائمة أو زر يسمى بالمنيو. هذه القائمة موجود فيها ما الموجود داخلها، ممكن موجود فيها اللي هي فيها الأورد الطلبات اللي قد طلبتها سابقا، فيها الحساب، فيها خدمة العملاء موجودة أيضا إذا أردت أن تسألهم عن أي عنصر تستفسر عليه. في آخر زر موجود في القائمة أيضا، إذا ضغطنا على زر تمرير أعلى سأرى العنصر السابق القبله. زر Car tab. 3 مسافة. 4. هنا أجد زر Car tab، وهو زر عربة التسوق، أي أي عنصر قد وضعته في سلة التسوق سيكون موجود عندك هنا في هذا المكان. هذا المكان جميل إنك ممكن تجمع كل مشترياتك التي تريد أن تشتريها ثم تكمل عملية الشراء. زر تمرير أعلى. زر Your Amazon Full Stop Com tab. 2 مسافة. 4. وهنا تستطيع السيتنج أو الإعدادات حسابك. زر تمرير أعلى. Home tab. 1 مسافة. وهو زر الصفحة الرئيسية. تمام، الآن سأقوم بالبحث عن أحد العناصر الموجودة في أمازون مثلا. سأضغط على مسافة مع حرف اللام حتى أذهب إلى زر البحث. أضغط دخول مربع تعديل البحث مرتين. أمازون فول ستوب. سألاحظ أن السطر البرايل أصبح فارغا حتى أبدأ بالكتابة. طبعا نسيت أن أخبركم بأنه قد تم بحمد الله إضافة بعض المنتجات الناطق في تطبيق أمازون في متجر أمازون، فبإمكان الآن الشخص أن يقوم بقراءة العناصر بهذه المنتجات بجميع مواصفاتها. بإمكان الشخص أن يقوم بشرائها مباشرة من أمازون. تمام، حتى مثلا الآن حتى إذا أردنا مثلا أن نرى بعض هذه المنتجات تبع الناطق الموجودة في أمازون، ممكن من مربع تحرير البحث نكتب كلمة الناطق باللغة الإنجليزية، تظهر لنا منتجات الناطق في متجر جوجل، في متجر أمازون أعتذر. طبعا ناطق باللغة الإنجليزية، إذا سأحول لغة الإدخال باللغة الإنجليزية بنفس الاختصار مسافة مع حدث خلفي إنجليزي، ثم سأبدأ بالكتابة. N-A-T-T-I-Q N-A-T-T-I-Q ناطق. سأضغط على دخول ثم عرض الويب. لحظة واحدة سأبدأ مرة أخرى. زر البحث عرض الويب أهل زر تمام. داخل القائمة 6 عناصر قوس أيسر. سأضغط على مسافة بعد حرف اللام حتى أذهب لأول صفحة. زر الرجوع ثم سأنتقل. زر البحث. بحث. عرض الويب. Amazon. Full stop. AE. Colon. Natick. تمام. طبعاً ذكر لي إنه أنا في أمازون AE لأني بالإمارات. آخر إشي سألاقي البحث الذي بحثت عنه ناطق، ثم سأضغط على F3 مرة أخرى. زر تصنيف النتائج. هنا التصنيف. قد تختلف الأسعار والتفاصيل الأخرى حسب حجم المنتج ولونه مقبر العين الرقمي محمول / محمول. مفتاح تحويل دم النتائج. نقطة. زر مقبر العين الرقمي محمول / محمول للرؤية المنخفضة واصلة شاشة. وهذا أحد المنتجات الموجودة اللي هي مكبر العين الرقمي. ممكن أضغط على الدخول حتى أرى ما هي مواصفات هذا الجهاز. زر الرجوع. سأضغط على F3. أسئلة. زر البحث. عرض الويب مكبر العين الرقمي. زر. سأرجع سأرى التفصيل. عرض الويب مكبر العين الرقمي محمول / محمول للرؤية المنخفضة واصلة شاشة. LCD 3 Full Stop 5 بوصف بدقة عالية وتباين عال واصلة حامل فريد ومريح أثناء القراءة لفترة طويلة. Colon Amazon
full stop AE. تمام هذا إذا هو مكبر عين رقمي ومحمول، شاشته صغيرة قليلا اللي هي 3.5 يعني محمول في الجيب بيكون بدقة عالية. تمام ننزل أسفل حتى نرى مواصفاته الثانية. زر مشاركة، أستطيع هناك زر للمشاركة، أستطيع مشاركته مع أي شخص آخر مع أصدقائي. زر مقبر العين الرقمي محمول سلاش مقبر العين زر ref equals sign sr underscore one under زر ref equals sign إذا ذكر لي زر ref معناه أن هذه الآن أتدخل في الصور صور هذا البرنامج المنتج. equals sign salvas percent زر ref equals sign sr underscore one underscore زر اضغط على علامة القلب لحفظ السلعة في قائمتك الافتراضية خارج القائمة. جميل، إذا أستطيع أن أضع المنتج في القائمة الإعجاب أو الافتراضية، أي حتى أستطيع الرجوع إليها في وقت لاحق. زر الرجوع، زر البحث، علامة القلب، اضغط على زر درهم 350 نقطة صفر صفر. إذن أيضا جميل نذكر لي السعر. الأسعار تشمل ضريب زر 10 نقطة مار 7 واصلة 8. متى ستصل إلي إذا طلبتها اليوم أيضا؟ زر التفاصيل، زر التوصيل إلى الإمارات العربية تبقى واحد فقط واصلة وطلبه أشتر الآن. هناك زر اشتر الآن. أشتر الآن أي أقوم بشرائه مباشرة، سيحولني إلى طريقة الدفع والشحن. أضف إلى العربة، أو ممكن أني أضف إلى العربة أو أضف هذا المنتج للعربة ثم أنظر إلى منتجات أخرى ثم وبالأخير أن أقوم بالشراء. إذا أردت زر أضف يشحن من؟ Amazon full stop A يباع من؟ زر Natic Technologies. جميل، اذكر لي أي من أين سيقوم بالشراء حتى أكون في أرض في أمان. استلام الدفع يا نقدا عند الدفع. زر تشحن من أمازون. زر معاملتك آمنة. زر معاملتك زر وعرض زر فاشن وشطر مع مقبر العين على زر. هناك الكثير من الأغراض. هل لديك سؤال؟ أعثر على جميل، هناك خانة. هل لديك سؤال؟ بإمكانك وضع سؤالك. بإمكانك وضع سؤالك إذا كان لديك أي سؤال على المنتج وسيقوم أحد بالإجابة عنه. معينة. زر اللغة الوصف. الوصف. طبعا هو جميل الواحد انه يكتب اسئله او يكتب تعليق حتى الشخص الاخر يعني يكون له مفيد او يشجعه حتى يقوم بشرائه حتى اذا كان متردد. هناك الوصف. جهاز رقمي محمول لمساعده العين نقطه. جهاز تكبير رقمي وبصري كامل الالوان نقطه. يوفر ما يقرب من 10 مرات مكبره على شاشه 3.5 بوصة بدقة عالية وتباين عال نقطة. باستثناء وضع اللون الكامل فإنه يوفر أيضا وضع أسود وبيض نقطة. يمكنك الاستمتاع بأجواء مبهجة لا تضاهى نقطة. متوفر بحامل مريح لجعل قراءتك أكثر راحة عند الحاجة نقطة. جميل، إذا هذا الوصف الكامل عن المنتج. اضغط على أكثر. الميزات والتفاصيل. إذا وهناك إعلاق الميزات أيضا. داخل شاشتي السيدي 3.5 أنش قوس 4 مسافة مستويات من الإضاءة وأربع مستويات من التباين. طبعا هناك الكثير من المواصفات الشخص بإمكان أن ينزل يقرأها واحد بواحد قبل أن يقوم بشرائه حتى يكون مطمئن كاملا.
أنا سأرجع الآن إلى زر اشتري الآن أو زر إضافة للعربة حتى أقوم بإضافته وتجربة الإضافة. سأضغط طبعاً الرجوع بـ F3 مع مسافة. قوس شاشة أو الزر المربط أو ثراع معرض شراء عن زر عن مو وشوت زر 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 مع زر أدب زر زر أضف زر يباع. يشحن زر أضف إلى العربة أضف إلى العربة. هنا زر أضف إلى العربة سوف أقوم بإضافته. دخول تمام. الآن سأشيك على عربة التسوق خاصة بي بماذا قلنا أن الاختصار أذهب إلى مسافة مع عكس حرف اللام. زر منيو full stop contains your orders ثم زر تمرير أعلى زر car tab car tab أضغط على دخول up car tab ثلاثة مسافة up أربعة. الآن أنتقل في الصفحة زر عرض الويب زر المجموع الجزئي هنا يكتب المجموع الكامل إذا كان لدي أكثر من نصف 350 نقط. تابع لإتمام عملية الشراء قوس أيسر سلعة واحدة قوس أيمن. ومن هذا الزر أستطيع المتابعة في الشراء وإضاءة الشحن. زر تاب حذف مقبر العين الرقمي. هنا أتأكد أن المنتج قد تم إضافته إلى السلة. واصلة شاشة LCD 3 حذف. تمام. هذا كان شرحنا لليوم. طبعا التطبيق جدا متوافق مع البرايس مع الجهاز. قرأ لي جميع الأزرار. أستطيع أيضا التنقل بالاختصارات الدائمة أو الافتراضية الموجودة في كل التطبيقات مثل تحويل اللغة مثل الذهاب لأول الصفحة آخر الصفحة أزرار التنقل. جدا التطبيق جدا متوافق مع الجهاز وهو معروض كالموجود في أجهزة الهواتف. طبعا هذا شرحنا لليوم. أتمنى أن الجميع يجرب التطبيق ويخبرنا بتعليقاته وآرائه. وإذا كان هناك أي تطبيق آخر أردتم أن أقوم باستعراضه لا تترددوا في طرحه. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.